مواكبة لشهر الخير، انطلقت حملة إفطارك علينا لتوزيع وجبات الإفطار على سائقي السيارات قبيل أذان المغرب وطيلة رمضان. أربط بين شبكة مراسلين على أرض الميدان، سامي سليمان، رعد أبو الخيل، سامي الكبيشي متواجدين مع سيارات بانوراما اف ام، يستقبلون الناس اللي تبغى توزع من متطوعين، من مشاركين، من المستمعين، من كل مكان. تهدف المبادرة في عامها السابع على التوالي للقيادة الآمنة، وتحمل في طياتها هذا العام العديد من الأنشطة التطوعية. الهدف من الحملة هذه قبل يكون إفطار صائم هي توعية للسائقين، تحديدا العالم اللي بتسرع في الوقت اللي هو الساعة الأخيرة من نهار رمضان. احنا بنقول لهم سوقوا على مهلكم أو سوق على مهلك توصل لأهلك. أكثر من 18,000 وجبة يتم توزيعها في جدة والرياض والخبر طيلة شهر رمضان وبمشاركة المئات من المتطوعين. بنقسم نفسنا مجموعات عند الإشارات، وأهم حاجة سلامتنا، يعني لما تكون الإشارة خضراء ما بنوزع أي وجبة، لازم تكون حمراء على أساس أنه نبدأ نوزع على السيارات اللي واقفة في الإشارة، ولكل سيارة وجبة أو وجبتين. كل سنة نشارك في التوزيع والتنظيم، كل سنة بيتم إعلان يومياً إعلان مكان الحملة ومنشاركهم بالتوزيع، وهذا شيء كويس أنك تشارك في شهر رمضان، خاصة تشارك كالأجير مساعدة الناس. أنا دائماً إجي عشان أوزع إفطارك علينا، أنبسط لما أوزع للناس إفطارك علينا عشان ما يسروا. حملة إفطارك علينا هي مبادرة اجتماعية أطلقتها إذاعة بانوراما اف ام بالتعاون مع برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للتوعية والحد من السرعة وتعزيز العمل التطوعي في المملكة. من جدة، حنان بخاري، العربية.